اهلا بيك. النهارده هتكلم في درسنا عن نجيب محفوظ والجمالك. واول حاجه عندنا اهم الافكار، دي افكار اساسيه في درسنا، وهي حقوق الطفل والمحافظه على البيئه وتجميلها. الاديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل على جائزه نوبل يتحدث عن طفولته وحي الجماليه الذي نشأ فيه وحبه من كل قلبه، ويزيد على دراسته الادبيه ويصنع من هذا الحي لوحات فنية متحركة مرئية مسموعة ملموسة، وكأن القارئ يرى بعين جمال هذا الحي. ونيجي عند النص مع صديقتنا مريم. أهلا مريم. أهلا فقط. لقد وعيت وحضرت قيمة الحياة الجمالية في حياتي منذ النشأة الأولى. كانت الجمالية أمان، ربما حين كنت أعيشها لم يكن حبي لها مثل ما هو الآن، لأنها كانت شيئا طبيعيا بالنسبة لي. كان من الطبيعي أن أفتح عيني في الصباح فأجد أمامي البيت القاضي وضرب أرمس، ثم أصعد إلى سطح المنزل فأرى ميزان الجامع الحسين، وأنزل إلى الشارع فأجد نفسي محاط من كل جانب بهذا المعمار القديم الذي يميز الحي. كم نظرت من ثقوب مشربياتنا وشاهدت أحداثا عظاما تتم في هذا الحي. شاهدت ثورة 1919 وهي تولد، شاهدت الميدان الهادئ المليء بأشجار الصفصاف، وقد خرج منه الآلاف من الرجال والنساء يهتفون بهتافات لا أفهم معناها جيد، لأنني كنت ما زلت صغيرا، كنت في سن السابعة. قضيت في الجمالية أجمل أيام حياتي، وقد شهد ذلك الحي العريق هجره إلى أحياء أخرى حديثة. فقد انتقلت عائلتي إلى حي العباسية، وبدلا من أن أندمج في الحي الجديد وأصدقائه، بدأت أقنعه بالمجيء معي إلى الجمالية لتعرف على الحي الذي ولدت فيه. وهكذا لم يكن يمر أسبوع دون أن نذهب إلى الحي القديم. كنا نجلس في قهوة الفشاوي وفي قهوة أخرى قديمة كانت في زقاق المذاق. كنت أنظر إلى بيتنا القديم فأجده جميلا ومبني على الطراز القديم، وتزين واجهته مشربيتان جميلتان. لقد ألهمني بيتنا القديم بكثير من أعمالي، ولكنه أكثر من ذلك، كان يمتعني بأهلي الذين ما زالت فيهم سمات أجدادهم عبر التاريخ الطويل. ودلوقتي نكون خلصنا درسنا، وشكرا لمريم. ونيجي عادي معاني مفردات. ثقوب يعني فتحات، جمع ثقب، ألهمني أعطاني فكرة، وعيت فهمت وعرفت، الروائية القصصية، العريق القديم، الطراز، الشكل والأسلوب، سمات، خصائص أو ملامح مفردة خاصية أو ملمح، واجهته منظره الخارجي، محاطة محاصرة، اندمج اختلط، عظاما مهم. نيجي عند التعبيرات الجمالية. كانت الجمالية أمامي تعبير جميل، حيث يجعل نجيب محفوظ حي الجمالية كائنا حيا يرى بعينه ليدلل على مدى عشقه للمكان. محاطة من كل جانب، تعبير جميل، حيث يبين فيه نجيب محفوظ كيف أن حي الجمالية كان يملأ عليه حياته كلها. شاهدت ثورة 1919 وهي تولد، تعبير يجسد الصورة. إذا يشبه نجيب محفوظ ثورة 1919 بالجنين الذي يولد ليدلل على تأثيرها في المجتمع المصري. كم نظرت من ثقوب مشربياتنا، تعبير عن حب نجيب محفوظ للتأمل في مظاهر الطبيعة من حوله. لقد ألهمني بيتنا القديم الكثير من أعمالي، تعبير يبين فيه نجيب محفوظ تأثير طفولته على إبداعه. دلوقتي نيجي عند الدروس المستفادة. ارتباط الإنسان بالبيئة التي نشأ فيه واعتزاز به، للطفولة أثرها العظيم في تكوين شخصية الإنسان. 3. ضرورة المحافظة على المعالم الأثرية العريقة. 4. اهتمام الفنان ببيئته المحلية يصل بها إلى العالمية. 5. أعز كنوز الوطن ثروات البشرية. ونيجي عند التدريبات. عندنا هنا بيقول لي تخيل الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين فيما يلي: معنى اندمج، ومضاد كثيرة كثير، وجمع ثقب، ومفرد أحدث. جمع اندمج، هل تشابك ولا اخترق ولا اختلط؟ طيب هنيجي هنا ونشوف معنى اندمج.
يعني اختلط، ومضاد الكثير القليل، وجمع صقل ثقوب، ومفرد أحداث حدث. وبكده نكون خلصنا درسنا مع نفهم نتعلم ببساطة.